صوت البلد. صوت البلد مع إيهاب الجريري يبث الساعة 7:45 من الأحد للخميس. هذا البرنامج برعاية شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل. حياتك كما تتمناها. شركة بي سي آي وكلاء سامسونج موبايل في فلسطين. صباح الخير، صباح الخير للناس، صباح الخير للبلد، صباح الخير لمستمعي 24 FM أينما كنتم في هذا الوطن الحبيب، على موجتنا في منطقة الوسط 97.9 بالعشرة FM وفي الشمال على 94.8 ومن خلال البث المباشر على 24 FM. صوت البلد إذن معكم حتى 9:30. أولاً أنا بحب أشكر كل الجهود اللي بذلت بالأمس في مختلف وسائل الإعلام الفلسطينية كل الجهود التي بذلت في مختلف وسائل الإعلام الفلسطينية، الإذاعات، في المواقع الإلكترونية، في بعض محطات التلفزة. جهودكم مشكورة ومباركة في دعم أسرانا في سجون الاحتلال. والأهم اليوم تترجم يعني هذا الزخم الإعلامي اللي كان مبارح يترجم أيضا في الشارع، لأنه هو الأهم وهو المحرك الرئيسي والحقيقي لا يتضامن مع الأسرى. في تهديد من الأسرى بالإضراب الجماعي المفتوح تضامنا مع الأسرى الإداريين. بعيدا عن أحاديث المصالحة الفلسطينية، اللي لو كان في كاتب سيناريو شاطر كان عمل أجمل مسرحية كوميدية من اللي بيصير. يلا بلكي بيستفيدوا منها اللي بيشتغلوا ستاند اب كوميدي وبيشتغلوا يعني دراما كوميدية السنة في رمضان، يعني لا شك عندهم مادة مرتبة، يعني لا شك. بعيدا عن كل ما يتم الحديث عنه عن المصالحة الفلسطينية اللي بنتمنى لها الخير يا رب، الله يكبرها ويعني
من أكم من يوم بنحكى عن بعرف شو بسموها أنا، بس بسموها إشي بندفع لما بتروح تسحب فلوس، عمولة. عمولة يعني تدفعها للبنك لما أنت بتروح بتوقف بالدور 3 ساعات وتصف بتدخل لك 5 سجاير وتشتري 2 قهوة وبتكرى جريتين ليجيك الدور، وبرضو أنت بتدفع للبنك مصاري طبيعي يعني إحنا فاهمين هذا. والغريب إنه قرروا فجأة فجأة هلا بقول لكم ليش فجأة، إنه بعض البنوك، لأني بعرفش إذا كلها ولا لا، وهنا عم نحاول نعرف في التفاصيل، قررت بعض البنوك إنها تصير كل مرة أنت بتروح فيها على التلر يعني على الموظف مشان تسحب فلوس، إذا كان اللي بدك تسحبه أقل من الحد الأقصى، يعني إذا كنت بدك تسحب مثلا 2000 شيكل بدك تدفع عليهم 10 شيكل، لأنك سلمت على الموظف وقلت له صباح الخير وكيف صحتك أو مساء الخير حسب وين أنت وصلت، تدفع 10 شيكل على كل مرة. على العموم كانوا في اللوائح التنفيذية لسلطة النقد هاي العمولة محطوطة مكتوبة صحيح 3 شيكل، وفي أحاديث أخرى برضو من قبل سلطة النقد رح تصير 1 دولار، يعني 3.45% من الشيكل. فشوفوا انتوا اللي بتعملوا البنوك قاعدة كالتالي، يعني هيك. اول شيء اذا انت معك بطاقة صراف آلي ورحت على التلر تسحب اقل من الحد الاقصى اتوقع 1500 دولار، يعني هيك شيء، يعني في الحدود او اقل حتى 4000، مش مهم، يعني في حدود ال 4000. إذا كان المبلغ اللي تسحبه من الموظف أقل من 4000 بدك تدفع 10 شيكل أو بتروح عن طريق الصراف الآلي، إذا كان معك بطاقة بتدفع 10 شيكل بطاقة صراف آلي، يعني بدهم يدفعوك ضريبة. اليوم البنوك بتفكر تدفعك ضريبة لأنها أعطتك في مرة ما بطاقة صراف آلي، بدهم يقولوا لك هذا درس مشان عمرك ما تنساها في البيت مرات، وهذا درس مشان عمرك ما تنسى الباسورد تعيدها، وهذا درس مشان تتعلم عمرك ما تطلب خدمة بدكش تستخدمها، وهذا درس وهي ضريبة بتدفعها مراد لأنك يا مراد غلبتنا وجننتنا، وإحنا كل سنة بنجدد لك في بطاقة صرف الآلي وبالأخير بتيجي بتعملنا أزمة في البنك. أها لسه أنت رح يصير يدفعوك غرامات لأنه حاجز محل في البنك بتطلع بطاقة صرف الآلي بتخليها عندهم يا حبيبي لو بيعرفوا عنك على الخلو والإجر. أو طبعا يعني لما بتضيع أو لما الصراف الآلي تاعهم بكون من جن وبسحب بطاقتك، بتعرفش ليش؟ لما بكون حميان الصراف الآلي وبقول لك ما بديش وانت بتصر بدك تسحب منه غصبا عنه وبسحب لك بطاقتك، برضو بتدفع عليها تقريبا حسب البنك بعرفش، بس يعني أقل بنك بياخد عليها 11 دولار أو 20 شيكل عشان الأمانة يعني التاريخية، بس يعني من 20 شيكل واطلع بصير يطلبوا منك، يعني اذا الصراف الالي تاعهم خربان بدفعوك ضريبه انه الصراف الالي تاعهم سحب بطاقتك. واضف الى ذلك اذا ختياره طلبتها بالغلط لمره من المرات وبتستخدمهاش وبدك تروح تسحب مثلا راتب تقاعدي اقل من 2000 شيكل، كل مره بتروح بدهم يدفعوها فيها 10 شيكل. ليش؟ مشان تتعلم يكون معها أقل من الحد الأدنى، يعني مشان تتعلم كيف تكون فقيرة بدهم يدفعوها 10 شيكل. طبعا اللي معه فلوس وبسحب أكتر من الحد الأدنى بدفعهن، يعني غريب البلد يا رجل، غريب التفكير وغريبين العباقرة اللي بيفكروا اليوم في البنوك، غريبين ومش بس غريبين، خلينا أكون كلمة وخليهم يسألوا. البنوك عم تفتح جبهة مع الناس لأن هالفكرة عيب، الفكرة عيب
انه بدفعوك فلوس اكتر اذا سحبت اقل. كمان شوي يجي يقولوا لنا يا عمي اللي معوش فلوس يصف في هذا الدور والغني يصف في هذا الدور. هلا هي موجوده في في اي بي بس يعني مش بطريقه وقحه يعني، بس واضح ان هالوقاحه جاي على الطريق، يعني واضح انه مش فاركه معهم يعني. عادي صبح بتصحى قال حاطط لك ورقه اي 4 معلقها على البنك ملزقها بلوزيكا معتبرها قرار لا يمكن التراجع عنه. هي اصلا البنوك كل ما زادت فلوسها عم بتقل يعني خدماتها، لانه كل ما زادوا مش عم نشوف بيفتحوا فروع اكتر، مش عم بيسهلوا علينا، اي بدك توقف 7 ساعات مشان تحط شيكلين في البنك. على العموم السؤال الجوهر اليوم اللي بيطرح نفسه، اذا مثلا حدا باخذ راتب تقاعدي مثلا 1200 او 1570 شيكل مثلا وسحب ال 1500 من الصراف الالي، والسبعين شيكل يعني بيعملن يعني اذا مدير البنك مش فاركات معه او رئيس سلطه النقد مش فاركات معه، المواطن المسخم فاركات معه السبعين شيكل، قديش بدهم يعطوه اياهن؟ 70 شيكل لما يروح على التلر يسحبهن؟ 60؟ كيف الدولار؟ مش فاهم. هلا جايينها هاي، هلا جايينها لسه هم. فهاي الختياره اللي مثلا بتاخذ راتب التقاعد تبع زوجها 1570 شيكل مثلا، مثلا. شو بدهم يعملوا في 70 شيكل البنك؟ بدهم يعطوه، بدهم يعطوها اياهم 60؟ ولا تحوشهن؟ بتعرف خلينا نحوش لك يا حج، خلينا نحوش لك، ما هو الناس لاك يا توكل مشان تحوش في البلد. ما هو يا مراد لو طيب ماشي خلاص يلا، ما هو شوابت بصراحة مش عارف ليش مش شغال اللي عندكم، مش عارف انو العبكر اللي طيب بعدين خلينا في البنوك. طب وإذا حدا معاشه مثلاً 897 دولار بيقدر البنك يعطيني 97 دولار مثلاً الصراف الآلي؟ ولا خليهن حوشهن كمان للشهر الجاي وحوشهن تصيرن رقم مسك، لما الصرافات الآلية تعيدكم بتصير تعطينا الكسور تعيدنا، تفلسفوا علينا وقولوا لنا تعالوا ادفعوا 10 شيكل بس طالما. وطب انا لما انا في اليوم صوره رح انشرها على صفحه 24 اف اللي هي صوره الصراف الالي، لما بقول لك الصراف الالي تحت التجهيز، طبعا الصراف الالي تحت التجهيز على ساعتين ساعه ونص 3 ساعات يعني من القصه يعني، هو ومزاج الموظف وانا شو اسوي يعني، لما بروح عليه بقول لي الصراف الالي تحت التجهيز ارجع بعد 3 ساعه مثلا، تعرفوا ما هو يعني احنا فاضيين اشغال البنوك فيش ورانا ايش اصلا، اصلا احنا بنشتغل مشان ندفع لكم فلوس، وبنتزوج مشان نرهن اولادنا لكم، وبنشتري بيوت مشان تكون لكم بالاخير، وسياراتنا لكم، والبلد لكم، والحكومه لكم، شو اكثر من هيك؟ اضيف الى ذلك انه يعني بالدولار بعطكش 50 دولار بس 100 بس 100 باليورو، ما فيش يورو اصلا، في موظفين عندهم يورو بالبلد. طبعا البنك يعني ناش نحكي عن قصة اليورو لأنه مش مهم، اللي بيقبض يورو بيستاهل منيح كويس مبسوطين. فيا إخوان يعني عيب اللي بيصير في البلد، عيب. وبحب تعرفوا إنه بيقولوا لي بتضلك تقارن في إسرائيل، بدي أقارن في إسرائيل، لما الحد الأدنى للأجور عندهم 3700 شيكل وإحنا عنا 1450 وما حدش بيدفع له. امبارح رسالة من إحدى المستمعات بتقول لي أنا والله كنت بدي أتدخل مع أهلي تقنعهم إني أشتغل في مكتب في شركة وهم مصرين أظل أشتغل في المشغل، ليش؟ طيب كم بعطوكي في المشغل؟ 1000 شيكل بالشهر. في الشركة كم بدهم يعطوكي؟ 600 بالشهر. وجايين بدكم تدفعوا الناس 10 شيكل إذا أخذوا أقل فلوس؟ مش إذا أخذوا أكثر، بدل ما تدفعوا اللي بيغلبكم وانتوا تعدوا له فلوس أكثر بتغلبوا اللي بيغلبكم أقل، هذا عيب اسمه. و
لا سلطة النقد ولا البنوك تفكر انه هاي القصة بس تثبت وتبين تفاصيلها يعني ممكن تمر في البلد مرور الكرام تكونوا غلطانين والله غير الناس ترمي لكم بطاقات الصراف الآلي وتقول لكم حلو يلا انتوا بطاقاتكم كفي. انا تعبت هي السيرة بتمغص فاهم يعني انك توصل لهاي المرحلة في البلد تحكي عن انه كيف بيعاملوا الناس اللي معهم فلوس اقل وكيف بيعاملوا الناس اللي معهم فلوس اقل هي اصلا السيرة يعني كانهم بيقولولنا بالكلمات اخرى شوي بس كانهم بيقولولنا بكلمات اخرى يا عمي انتوا الناس الفقراء اللي عقد حالكم مشان الله بدناش نشوفكم في البنك نصرفوا برا وقفوا على الصرافات الآلية واسحبوا لا بدنا نشوفكم ولا تشوفونا هيك بيقولون هيك بتكون البنوك قاعدة يعني وبس جوا اللي رابس رابطة وفوق يعني في إشي أكتر يعني شو بيقولون يعني بفوت على البنك بس انتوا برا خليكم لا بدنا نشوفكم ولا تشوفونا وتغلبوناش هيك البنوك بتحكي ولن تمر مرور الكرام في البلد بس تبين تفاصيلها هم لسه مش فاهمين كديش الناس مولع معهم من القصة مش مدركين لو مدركين والله غير يبوسوا الإيدين هم يترجوا يتأسفوا مراد زايد في الهندسة الإذاعية صباح الخير يا مراد ريهام طريفي يعطيك العافية محبتي واحترامي إيهاب الجريري